شهد محافظ القاهرة إبراهيم صابر مؤتمر جودة الحياة في المناطق العمرانية والحضرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري في إطار استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي. وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة شهدت خلال العشرة سنوات الماضية تطورا حضريا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات وتطوير شبكة الطرق، مضيفا أن الدولة حريصة على تحسين مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين.